تعال تفضل معنا. معايا الدكتور أحمد، دكتور تغذية، وهو بيفيدني عن أسباب النحافة. يعني مثلا بدل ما ناكل ثمرة الفاكهة، بدل ما ناكل ثمرة الفاكهة نفسها، لا نعملها على أي عصير. الشخص اللي عايز يزيد في الوزن بننصحه بشكل مستمر، حاول كل تكون سايلة وسهلة في الهضم، لأن الهضم بيبقى عندك غالبا بايظ. فأنت أو تصلح الهضم بتاعك إزاي؟ إن أنت تمضغ ببطء وتاكل ببطء، الأكل البطيء والمضغ البطيء. مشكلتنا إن الدنيا بتجري وكل حاجة بتجري معاها، حتى اما يعني حتى ما بناكل، بناكل بدل ما بناكل عادي كده، لا بناكل بسرعه، يعني كل حاجه بتيجي، حتى بنجري في الاكل واحنا بناكل كده، عايزين ننهض عشان ورايا الشغل معين وعندي حاجات معينه لازم اخلصها، صح كده؟ فانا بس صح. فانا بشكل بسيط جدا بقول لك، لو احنا عايزين نحل مشكله لابد ان احنا نعرف ما هو السبب اللي موجود عندنا. ممكن نعمل تحليل صوره دم كامله، نعمل تحليل البراز، نعمل تحليل الغده الدرقيه، من خلالهم نقدر نتاكد هل عندنا مشاكل صحيه. ما طلعش عندنا مشاكل صحيه، طلع الموضوع ضغط نفسي، يبقى نركز على الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي انا قلت لك عليها. ممكن ناخد بعض المشروبات مثلا اللي بتفتح الشهيه، زي مشروب البابونج واليانسون والحلبه، وهذه الاشياء برضه بتفتح الشهيه. شرب الشاي والقهوه، ونحاول نركز على العصائر الطبيعيه، وممكن مثلا بعض الحاجات اللي بتزود الوزن زي المانجا والتين.